السلام عليكم، احنا جروب 11 هنتكلم عن السسبنشن سيستم الاكتف والسيمي اكتف. انا اسمي محمد ناجي فرج دوما، رقم الجلوس 386. الاول هدي انترودكشن عن السسبنشن سيستم. الوظيفه الرئيسيه بتاعت السسبنشن سيستم ان هو يمنع التشوكس اللي جايه من الطريق، سواء جايه بقى بسبب اي مطبات او اي حاجه على الطريق. التشوكس ديت هتتنقل للعربيه جوه، وبالتالي هو الوظيفته الرئيسيه ان هو يعمل ايزوليشن، يعمل ايزوليشن ما بين بين الجراوند وما بين الفيكل بادي، بحيث ان هي التشوكس دي ما توصلش، يعني يعمل ايزوليشن اللي هي التشوكس والحاجات ديت، بحيث ان هي ما توصلش للعربيه جوه، لان هي ممكن تعمل اي فيلير لاي كومبوننت جوه، او ممكن تعمل اصابه لاي حد راكب جوه. فهي وظيفتها الرئيسيه ان هي تعمل ايزوليشن للتشوكس دي، وبالتالي بتوفر طبعا ركوب مريح للناس اللي جوه، وفي نفس الوقت بتزود بتحسن الروت هولدنج للعربيه على الطريق. انواع مختلفه من السسبنشن سيستم، عندنا الباسيف سسبنشن سيستم والسيمي اكتف والاكتف. احنا هنتكلم عن السيمي اكتف وعن الاكتف سسبنشن سيستم. هنا هنتكلم بشكل عام يعني عن الكومبوننتس الرئيسيه بتاعت السسبنشن سيستم. اول حاجه عندي هنا الميكانيزم. الميكانيزم ده هو اللي بيعمل الكونتاكت بين الويل وبين الكار بادي، وبالتالي الفورسز والمومنتس اللي بتتنقل ما بين الكار بادي والويل بتتنقل من خلال الميكانيزم. تاني حاجة عندي السبرينج. السبرينج ده ممكن يكون طبعا زي ويندنج وايرز زي ده كده، او ممكن يكون على شكل ستريبس او ليف سبرينج. الوظيفة بتاعته ان هو يعمل سبورتنج للويت، يشيل اللود بتاع العربية. تالت حاجة عندي الباشنجز. الباشنجز دي عبارة عن يعني ماتيريال كده زي الرابر او حاجة ممكن تكون من الرابر، بحيث ان هي تمنع الميتال تو ميتال كونتاكت عشان ما يحصلش نويز، او يحصل الفريكشن ده يعمل ويرنج للتو ميتالز، وبالتالي هو بيمنع الميتال تو ميتال كونتاكت. الكومبوننت الرابع عندي هو الشوك ابسوربر. الشوك ابسوربر ده ممكن يكون ميكانيكلي او ممكن يكون هيدروليك، بيستون سلندر ميكانيزم مثلا، بحيث يبقى فيه هيدروليك فلويد يمتص التشوكس اللي جايه من اللي جايه من تحت من الجراوند، ما توصلش للكار الكار بادي فوق، وبالتالي هو بيشتغل كانه دمبر. انا خلصت هنا الانترودكشن، وزمايلي هيبداوا يتكلموا عن السيمي اكتف. السلام عليكم، اسمي محمد احمد ابراهيم امين السرسي، اي دي 301. ان شاء الله هنتكلم عن السيمي اكتف سسبنشن سيستم. السيمي اكتف سسبنشن سيستم نوع من انواع سسبنشن سيستمز المختلفه، بس الفكره في السيمي اكتف سسبنشن سيستم اللي هو بيتحكم لي في الدامبنج فورس بتاعه الشوك ابزوربر اللي عندي نتيجه التغير بتاعه الرود سيرفيس نفسه، تغير السطح بتاع الطريق نفسه، بغير الدامبنج فورس اكوردنج للتغير ده. الفكره او الادفانتجز بتاعه السيمي اكتف سسبنشن سيستم اللي هو بيتغلب لي على مشكله موجوده في الباسيف سسبنشن سيستم اللي هي الليميتيشن، الرايد بيرفورمانس ليميتيشن، فهو بيتغلب لي عليها. وكمان من ناحيه تانية اللي هو بيبقى ريديوس الهاي كوست، التكلفه العاليه والانرجي كونسامشن اللي بتبقى موجوده في الفولي اكتيف سسبنشن سيستم. طبعا الهاردوير والكنترول اكويبمنتس هي اللي موجوده في السيمي اكتيف، هي اللي في الاكتيف، بس الفكره اللي انا بيبقى عندي اكتيويتر وهيدروليك بامب واكيوميترز بتبقى موجوده في الاكتيف سسبنشن سيستم، بيبقى وسطها في السيمي اكتيف سسبنشن سيستم انكنترولبل دامبر. فبالتالي هتلاقي السيمي اكتيف سسبنشن سيستم هيبقى ارخص من الاكتيف سسبنشن سيستم، وفي نفس الوقت بيتغلب لي على الليميتيشن بتاع الباسيف سسبنشن سيستم. بعد كده هنتكلم على السيمي اكتيف سسبنشن سيستم كومبوننتس. عندنا اول حاجه السيمي اكتيف دامبر والاكسلريشن سنسور والرايت هايت سنسورز والكنترولر. الرايت هايت سنسور، الفكره في الرايت هايت سنسور ده بيبقى عباره سنسور بيعمل لي سنسنج للارتفاع بتاع البيكن من نقطه معينه عن الطريق. طبعا بيبقى راكب على الشاسيه بتاع العربيه، الرد بتاعه بيبقى لينكد للكنترول ارم. فطبعا لما العربيه تتحرك حركه فيرتيكال لفوق لتحت، فبالتالي السنسور رد نفسه بيتحرك، فبتتبعت اشاره في صوره فولتج، بتبقى بروبورشنال تو الروتيشن انجل، فيز روتيشن انجل، الانجل بتاعت الرود نفسه. فبالتالي الاشاره دي بتتبعت للاي سي يو، فالاي سي يو عمل معالجه، فبالتالي يبتدي على اساسها بقى يعمل ايه، يدي امر للكنترولر نفسه. ممكن مثلا
حاجة زي اللي هي تبعت مثلا الكنترول اللي هو يعمل الكمبريسور يعمل لي اكتيفيتد بتاع الهواء، فبالتالي اديشنال بريشر از سبلايد، وفبالتالي بقدر احصل على راحة اكتر والسسبنشن سيستم يبقى شغال باداء افضل. وكمان الرايت هايت سنسور ممكن يعمل لي حاجة مثلا في بعض الفيكلز، بيبتدي عند السرعات العالية العربيات بتحكم تقلل الارتفاع بتاعها بحيث اللي هي تقلل لي الدراج فورس على العربية اللي عندي. بعد كده السيمي اكتيف دامبرز، طبعا في اي سسبنشن سيستم بيبقى موجود عندي سبرينج. السبرينج ده بيعمل ستورج للانرجي، الانرجي الناتجة عن حركة العربية رأسيا، الانرجي دي بتتخزن في السبرينج، فبالتالي انا محتاج اعمل لها ديسيبيشن، اتخلص من الانرجي دي في اي صورة من صور الانرجي التانية، بحيث اللي هي ما تتنقلش للركاب، بحيث اللي انا احافظ على الراحة للركاب، وكمان اخلي الاطارات بتاعة العربية ملامسة للطريق، فبالتالي الكنترول هيبقى كويس. في بعض انواع الدمبرز بتبقى اسمها هيدروليك دمبرز، دي بتبقى مصممة اللي هي الفورس بروبيشنال تو ذا فيلوسيتي. في حاجة كمان، عشان طبعا حاجة مختلفة في السسبنشن سيستم، السيمي اكتيف دمبر نفسه مختلف عن الدمبرز العادية، اللي هو الديسيبيشن انرجي مش ثابته، الاماونت اوف ديسيبيشن انرجي نفسها بتتغير اكوردنج للطريق نفسه، فده بيخليها مش ليميتد زي الباسيف. فبالتالي كل ما الانرجي مثلا، لو الطريق مثلا الانبوت بتاع الانرجي بتاعته خلى العربيه تحرك حركه، يعني الحركه الرئيسيه تبقى كبيره مثلا او الانرجي بتاعتها كبيره، فبالتالي هو يبتدي يزود الديسيبيشن انرجي بحيث اللي ايه يحافظ على الراحه برضو للركاب. فده لازم يكون في حاجه اسمها سيمي اكتيف دامبنج كنترول. في انواع منه، سيرفو او صنونه فالف دامبرز، في ام ار واي ار دامبرز، في الكترو ماجنتيك دامبرز. السلام عليكم، اسمي محمد حمدي محمود علي حسن، اي دي 328 سيكشن 8. هنتكلم عن السيمي اكتيف سسبنشن سيستم، وهنبتدي بالابلكيشن بتاعتها. السيمي اكتيف سسبنشن سيستم بتخش في كذا ابلكيشن. اول حاجه البرايمري سسبنشن سيستم، نظام التعليق العادي، وده ما بيبقى ما بين الويل والشيز فريم، وبرضو بيبقى موجود في اللارج فايكل، في المركبات الكبيره، ما بين الشيز والكابين لاير، والكابين ساعتها بتبقى مفصولة عن المين شيز، ودي بتبقى في المقطورات والشاحنات الكبيرة والإيرث موفينج ماشين. وكذلك نظام السسبنشن سيستم بيبقى موجود في اللارج اوف رود فايكل، ده بيبقى ما بين الكابين والسيت لاير، وساعتها الدرايفر سيت اكويبد ويز فلانجيت سسبنشن سيستم، ده عشان يقلل الفايبريشن الناتج عن الدرايفر نتيجة المدة الطويلة اللي يقعدها في الفايكل. وفي انواع فايكل كتيرة قوي برضو تستخدم السيمي اكتيف سسبنشن سيستم، ده من اصغر فايكل الموتور سايكل لحد اكبر فايكل الايرث موفينج ماشين والمقطورات والشاحنات. وبعد كده هنتكلم على مميزات السيمي اكتيف، فهي ليها بعض المميزات بتميزها عن الاكتيف سسبنشن سيستم. واول ميزة ليها اللي هو في استهلاك الطاقة، الغرض لاستهلاك الطاقة هو تغيير الديسيبيتيف فورس كاركترستيك اوف ذا سيم اكتيف ديفايس، وده بيبقى ليها كذا اكزامبل. تاني ميزه ان الاكسترنال باور مش بتستخدم دايركتلي تو كاونتر فايبراتوري فورسز. ومن اهم مميزات السيمي اكتيف سسبنشن سيستم، زي كانت كيس ذا سسبنشن سيستم تو بي انستيبل، تملي بيخليه ستيبل، وده ديو تو اللي هو مش بيعمل supply energy to vibratory suspension ولكن dissipate energy from it. ومن اهم مميزاته برضو اللي هو مش بيكتفي فقط ب vehicle ride comfort و control عليه، ولكن هو عنده ايضا better road holding. وفي دلوقتي ابحاث ومشاريع متقدمة شغالة على semi active suspension system عشان تحسن الاستابيلتي بتاعتها والرايد هاندلنج بيرفورمانس اوف ذا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هيثم شحات عبد الحميد، اي دي 485،
هتكلم على بداية الاكتيف سسبنشن سيستم. هو حاجة ادفانسد من السيمي اكتيف، بيستخدم الكتروماجنتيك اكتويتر تو ابلاي ديزايرد فورس بتوين الفايكل والبادي، تمام، عن طريق انه بيحرك العجل لفوق وتحت، تمام، باستخدام الاي سي يو. هو يعني بيطبق الفورس بين العجل والعربية، يعني لما بيرفع مثلا التمدد بتاع الدمبر في حالة الفايبريشن بيديله فرصة أكتر إنه يمتص الفايبريشن، فبيعزل الفايبريشن تماما عن جسم العربية، يكاد يكون تماما تمام. وفي حالة الحوادث بيرفع العربية من الجنب اللي بيحصل فيه الحادثة، فبيقلل البريشر الناتج عن الحادثة، وبالتالي الأضرار بتقل بقدر كبير جدا عند استخدام الاكتيف سسبنشن سيستم في السياره في حاله الحوادث، تمام. وبالتالي وبرضه الفايبريشن بيقلله بنسبه كبيره باستخدام الاي سي يو والالكتروماجنتيك اكتويتر، تمام. هو بيتحكم في الحركه الفيرتيكال موفمنت بتاعت العجل، تمام، with an اون بورد سيستم، تمام. هو والاكتيف سسبنشن سيستم له وظيفتين اساسيين. الوظيفه الاولى ايزوليت الفايكل بادي ويز اتس باسنجر، العربيه بالركاب اللي فيها، بيفصلها تماما عن الاكسترنال ديستربانس، يعني الفايبريشن اللي جاي بره او الخبطه او الحاجات اللي بتحصل العربيه بره عموما وهي ماشيه، بيفصلها عن يعني بيفصل جسم العربيه والباسنجر اللي فيها عن الحاجات اللي زي دي، تمام. تاني وظيفه maintain a firm contact between road and tires، بيعمل اتصال دائم بين العجل والطريق، اتصال دائم ومنظم وثابت عشان يدي امان اكتر واستابيليتي اكتر وتوجيه اكتر، تمام، وتوفير راحة اكتر للركاب، تمام. والاكتف سسبنشن سيستم has ability to change damper characteristic of shock absorbers، بيغير الكاركترستيك بتاع الدمبر of shock absorber without any use of actuators، من دون استخدام actuators، تمام. الدمبر هو يعني however the dumper can usually be controlled، هو اللي بيتم التحكم فيه في الدمبر، تمام. وده يعني رسم توضيح الفرق بين ال conventional او الباسيف suspension system العادي والاكتيف suspension system. في الكونفنشال يعني فايبريشن واضح جدا، يعني قريب اصلا من المطبات اللي موجوده في الطريق، انما هنا في الاكتيف يعني السيميوليشن يكاد يكون ستريت، يعني السسبنشن طور كتير موضوع الايزوليشن للفايبريشن عن الفايكل، تمام، وعلى الباسنجر الموجودين فيه. الفانكشن اوف اكتيف سسبنشن سيستم امبروف درايفر كنترول اند سيفتي ستابيليتي with or without load، يعني بيحسن القيادة والتحكم والأمان والثبات في السيارة، تمام، سواء في لود أو ما فيش. eliminates سوي and roads roll والكورنرز، العربية ما بتيجي بتاخد اتجاه بيحصل ممكن يحصل تدحرج، تحصل بتحدف بزاوية معينة وكده. في الاكتف سسبنشن سيستم بيشتغل عن انه يمنع الحاجات دي بنسبة كبيرة، تمام. ريديوس اكسل وير، الدونجل عموما بيكون بيحصل له فايبريشن وحاجات او حركات غير يعني حركات مختلفه غير المعروفه ليه، فهو برضو الاكتيف سسبنشن سيستم بيقللها. ماكسيمم السيفتي بيزود الامان، تمام، وبيمتص اللود بدل ما يعمل له مقاومه، يعني اللود الفايبريشن والخبط والحاجات ده غير كده بيمتصها بدل ما يقاومها. eliminates need for fitting، يعني مع النظام ده ما بتحتاجش fitting كتير وبليدز كتير موجودة في نظام السسبنشن. better handling and control، زي ما قلنا يعني احسن في القيادة وفي التحكم في الطرق اللي فيها عواصف او الطرق اللي فيها مطبات كتير. minimize the wear on tires، تأكل العجل بيقلله الشوكس والليف سبرينج، تمام. ودي الصورة بتوضح الفرق بين الاكتف سسبنشن سيستم والكونفنشن سسبنشن سيستم في حالة الرول، في زاوية الرول والكورنرز. شايفين هنا في الكونفنشنال يعني العربية بتاخد اتجاه ترفع بقدر كبير، يعني لو اتجاه على سرعة كبيرة ممكن العربية تتقلب. انما هنا في الاكتف يعني عامل اللي هو الفيرم اللي هو الفانكشن اللي اتكلمنا عليه، فيرم كونتاكت، عامل دايما مخلي محافظ على المسافة بين الفايكل، جسم الفايكل والطريق،
ودي الفانكشن الثانيه اتكلمنا عليها بالنسبه للاكتيف سسبنشن سيستم. السلام عليكم، انا اسمي ياسر سعيد خلف الله، الاي دي بتاعي 488 سيكشن 12. هكمل ان شاء الله شرح الاكتيف سسبنشن سيستم. عندنا الاكتيف سسبنشن سيستم بيتكون من 6 كومبوننت: 1 الهيدروليك اكتويترز، 2 الكتريك كنترول يونت اللي هو الاي سي يو، 3 الاكسلريشن سنسورز، 4 الليفل سنسورز، 5 ستيرنج ويل سنسورز، 6 الويل سبيد سنسورز. اول حاجه الهيدروليك اكتويتر، ده بيستخدم في العمليات الصناعيه وكمان بيستخدم في الاكتيف سسبنشن سيستم، وده بيدينا هاي بريشر عشان نتحكم في الاوتبوت ممبرز لما نكون محتاجين سرعه عاليه او قوه كبيره. الفلويد المستخدم بيكون هاي انكمبريسبل عشان البريشر يتنقل لحظيا للممبر المتوصل بيه الهيدروليك اكتويتر ده. تاني حاجه عندنا الالكتريك كنترول يونت او الاي سي يو، ده اللي بيتحكم في الاكتيف سسبنشن سيستم، بيجمع البيانات ويحللها بسرعه كبيره جدا بتوصل ل10 مللي ثانيه، ويدي الاوامر للاكتويترز تنفذ امر معين لو لقى اي مشكله موجوده ويحلها. 3 الاكسلروميتر، ده واحد من اشهر الانيرشال سنسورز، بيقيس الاكسلريشن وبيقدر يقيسه على 3 محاور. الكومبوننت الرابع الرايت هايت سنسور، ده بيدي انبوت للسسبنشن سيستم عشان يعدل طريقة التعامل مع التغير في أحوال الطريق أو التغير في اللود عموما. الكومبوننت الأخير الويل سبيد سنسور، ده بيقيس سرعة الويل وبنقسمه نوعين: لما يكون متوصل بالباور سبلاي بنسميه أكتيف، ولما يكون مش متوصل بنسميه باسيف. هنا الصورة دي بتوضح لنا بعض السنسورز اللي موجودة في العربية. هنا دوت الستيرنج سنسور بيكون موجود هنا، وده الكنترولر اللي هو الاي سي يو، وده الثروتل سنسور، ده البريك سويتش، ده الكونتينوسلي فاريبل دامبنج فورس شوك ابزوربر، وده الاكسلريشن سنسور، وده الفيكل سبيد سنسور. السلايد ده بيوضح لنا بعض الفيكلز اللي بتستخدم الاكتيف سسبنشن سيستم زي الميتسوبيشي جالانت والبي ام دبليو ام 3، الانفينيتي كيو 45، واللكسس جي اس. مميزات الاكتيف سسبنشن سيستم انه بيثبت كل عجله بشكل مستقل، وبيزود من تماسك العربيه بشكل عام، وبالتالي بيزود الامان في القياده. كمان وجود السبرينجز بيحسن من جوده القياده وراحه الركاب، بيزود الهاندلنج ستابيليتي والسموث رايدنج، بيفصل جسم العربيه عن السسبنشن اثناء الكورنرنج عن سرعات عاليه، وكمان الرايد هايت ما بيتاثرش باننا نغير الاستاتيك لود. عيوب الاكتيف سسبنشن سيستم اننا بنحتاج لارج اكسترنال باور سورس، كومبلكس كنترول الجوريزمز، كومبلكس كلوزد لوب كنترول سيستمز، وبنحتاج فاست اكتنج ديفايسز، والكوست بتاعه عالي مكلف.